يا استاذ فوزي. يا باشا اهلا بيك، اتفضل. الله يبارك لك يا باشا. لا كنت بستاذن سيادتك، بس عندي مشكله في الصرف. اتفضل قول لي فين بالظبط. تبع مركز الشواشنه الفيوم. مركز ايه؟ مركز الشواشنه تبع جمعيه المشره كبلي. تمام، الصرف محتاج ايه؟ الحوض اسمه حوض الزلط. الصرف عندك محتاج ايه يا حاج؟ الصرف عندي عالي وفي جزء كبير في الارض ليا والجيراني مش لاحقها الصرف، والمصارف عبيه ميه. لدرجه ان الارض في الشتاء ما تزرعش. حاضر، دلوقتي حالا انا اكلم وكيل وزاره الري والصرف وهنبلغه بالمشكله واخليه يتصل بيك يبقى في لجنه. والصرف سيادتك، والصرف سيادتك مسدود، وبترجى من سيادتك ان حد يجي يعاين على الطبيعه. هو ده مش رجاء، ده حقك. احنا هنا قلنا مصر الزراعيه منبر الفلاح المصري، فانت ده حقك. اللي عايز اوصله لسيادتك، والله احنا منفيين تماما، ما مذكورين. انتوا ايه؟ مش مذكورين تمام يعني. لا ما تقولش الكلام ده، انا يعني بزعل ليه؟ انت لما اتكلمت مصر الزراعيه دلوقتي، حد سالك انت هتخش تقول ايه؟ لا انا والله العظيم اول مره اتواصل مع سيادتك، وبتابع برنامج سيادتك، وكنت متابع امبارح وانت بتتكلم، وحليت مشكله كذا حد. طيب قناه مصر الزراعيه، قناه مصر الزراعيه هي قناه وزاره الزراعه، فما تقولش منسيين. يعني وزاره الزراعه عملت لكم قناه مخصوصه تتابع فيها كل مطالبكم ومناحي الحياه الخاصه بالفلاح. انا عايز اي مسؤول عن الصرف يقول لي الصرف ده المفروض يبقى نازل قد ايه تحت. يعني الوطي بتاع الصرف عالي عندنا، وفي جزء كبير تحت الارض مباشره في مصارف معبيه ميه، يعني يا ريت حد يجي يشوف على الطبيعه. حاضر، عينيا الاثنين، وهنكلم وكيل وزاره الري والصرف وهيبعت لك لجنه. اللي بيجي ما بيسالش المكان اللي عايز التعامل. لا هيكلمك يا حاج، اسمعني، هيكلمك على تليفونك اللجنه اللي جايه عشان انت تقول لهم المكان اهو. ماشي يا باشا. ايه رايك؟ تحت امرك. لامر الله، بشكر حضرتك.